غوري غتورا 84 سنة قد عمري ورحت رغي ونشتية ورحت رغي ترغية. هكذا عبرت هذه العجوز عن حجم الضرر جراء الحرائق التي تشهدها بلديات بني شبانة بني محلي وبسلام بولاية سطيفة. على مد البصر 140 هكتارا من المساحة الغابية حولتها الحرائق إلى أرض خاوية على عروشها. كاين الناس اللي عندهم الغنم، كاين الناس اللي عندهم البقر، كاين يعني كل شرح. ماسي مراد بوزرعة عنده 7000 دجاجة، وكان جوج لي زونغار معمرين، ديار كاين عندهم تما كيما نقولوا التراث نتاعنا، كل دار عندها أسطورة وعندها تاريخ. لقينا الحيوان لها مساكين ما كانش وين يروحوا، والله غير تحرقوا كاع من قبيلة طلعت الفوق، لقيت بزاف بقاو غير العظام فيها. أشجار الزيتون والتين وغيرها مصدر رزق سكان هذه القرى أضحت رمادا في لمح البصر. وهذه البيوت القديمة لم تسلم هي الأخرى من لهيب النيران. في الجهة الأخرى عملية الإخماد لازالت متواصلة، سخرت لها أزيد من 120 رجل إطفاء بدعم من الولايات المجاورة ومصالح الغابات. تم تسجيل حريق مهول على مستوى المكان المسمى بنجماتي ببلدية بدائرة بني ورتيلان. الحريق اندلع منذ هذا اليوم الثالث الذي اندلع فيه، المجهودات راهي جارية على قدم الوساق. عملية الإخماد تم تجنيد لها كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تحوز عليها محافظة الغابات، ناهيك عن الإمكانيات المادية والبشرية للحماية المدنية وكذلك الجماعات المحلية. بعد نهاية الحريق إن شاء الله راح تكون فيها خلية متابعة أزمة اللي راح تكون معاينة ميدانية. لليوم الثالث على التوالي لم تكد النيران تنطفئ أمام المجمعات السكانية حتى تشتعل مرة أخرى في الغابة المجاورة أسفل قرية أحذيذ. هنا بمنطقة أحذيذ غرب بني ورتيلانة وتحت درجة حرارة فقط 44 درجة، لكن هذا لم يثني عزيمة هؤلاء لوضع حد لهذه الحرائق. على قدم وساق يحاول رجال الإطفاء ومواطن المنطقة محاصرة النيران بكافة الوسائل المتاحة. الحماية المدنية بدن تزيد نراضي ركازن عطيت الصحة بارك الله فيك فيهم أننا كمالا فرغي ما نراضي ذون ونسعى إذا رانا روحة من كون يغن بالمتريال نغ عشن يعني على كرها الحمد لله وعشنك في الحوار عشن مذيني من زمر نخدميث مذيني زمر الله يقول لي فالله عشني لو سعاه. نيران خلفت كارثة بيئية وتسببت في ابتلاع الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، وانعكاساتها تمتد لسنوات على سكان المنطقة، ولسان حالهم يقول أديش فعر بقلوم ما سديش يعرف بالجبران تشافوها